تعالى بقى نشوف التقرير ده مع كابتن عادل القيعي وكلامه عن امير الصفقات كابتن امير توفيق. عشان نفهم تفاصيل تجربتي مع امير توفيق لازم نفهم تفاصيل المسؤوليه اولا. هو مطلوب ايه من امير توفيق؟ الاداره كانت زمان اسمها اداره التسويق والاستثمار، كان جزء من مهمها التعاقدات. مع التقدم التكنولوجي، التقدم في فكر التعاقدات، اصبحت العمليه معقده اكثر، فاصبح مدير التعاقدات بيستقل بالتعاقدات. يعني هو مسؤوليته ان يتعاقد للنادي الاهلي مع اللعيبه والمدربين اللي بيختارهم ناس تانيين مش هو. هو قد يرشح، يعني هم ييجوا يقولوا له عايزين مدرب ممكن يقدم سيفيهات، عايزين مهاجم بالمواصفات الفلانيه يقدم ترشيحات، لكن صاحب القرار والفيتو بيبقوا ثلاث جهات. اولا لجنه التخطيط اللي بتغرب كل ترشيحات، نمرة اتنين الجهاز الفني اللي بيقول أيوة هو ده تنطبق عليه المواصفات ولا لا، ثم طبعا إدارة النادي المتمثلة في الكابتن الخطيب لأنه مفوض من مجلس الإدارة بشؤون الكرة، وبعدين بعد كده بيعتمد كل هذا الكلام من مجلس الإدارة. إذن أمير توفيق هو منفذ لاختيارات فنية وليس صاحب قرار فني. بس بقول الكلام ده ليه؟ لان انا شايف فيه نوع من التحامل ساعات بيبقى على مش بس امير، اي حد في هذا المنصب، ولكن امير في الفتره الاخرانيه يعني بيتعرض لتقييم مبني على تقييمات فنيه للعناصر اللي دخلت. ده مش دوره. دور امير ونجاحه بيبقى انه يجيب الحاجات اللي النادي محتاجها، اولا يحصل عليها، ثانيا وبالسعر الذي يناسب قدرات النادي وبالحدود اللي بتتحط له. هل أمير توفيق ناجح في هذا الإطار؟ طبعا لحد دلوقتي كل ما كلف به حصل عليه في إطار ميزانية النادي التي كلف بها. يبقى أمير توفيق يملك من الكفاءة، يملك من الثقافة، يملك من الشغف، ودي اهم حاجه. اذا احنا ما حبيناش شغلنا في النادي الاهلي شغلنا مش هيحبنا، مش هننجح. احنا بنروح نفكر اطول مده ممكنه في مسؤوليتنا تجاه النادي الاهلي. اعتقد ان امير بيعمل كده بالظبط، خاصه ان امير مش جاي من فراغ، ده جاي من تجربه تسويقيه حيث كان يعمل في احد الشركات، شركات اللي هي الرعايه والتسويق، و يعني عنده خبرة في هذا الأمر. لكن ممكن في إدارة اللعيبة والتعاقد مع اللعيبة لا، هو تبادل خبراته. وطبعا لما النادي الأهلي خد هذا الكلام هتقولي مال أنت دورك إيه يا عدلي؟ أنا دوري مستشار يلجأ إلي لاكتساب المشورة وبعض الخبرات في أمور معينة وفي أزمات محددة. وطبعا أمير على تواصل تام معايا يعني، لكن ما هواش على تواصل في تفاصيل يومية، لكن احنا يديني الـ 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 يعني او نتبادل الكلام في بداية مشوار التعاقد، وبعدين كل التفاصيل وكل الإجراءات التنفيذية هو بيعملها لحد ما نيجي نقفل البيعة وصياغة العقد والحدود بتاعتها. اذا اتعملت في الإطار اللي اترسم له خلاص مفيش مشاكل، إذا في بعض التحريك ممكن قد يلجأ إلي سواء من لجنة التخطيط أو كابتن خطيب أو أمير أو أمير في بعض المراحل يعني اللي هي بيسموها إيه مبكرة شوية. لكن بكل المقاييس أمير هو الرجل المناسب في المكان المناسب ويؤدي عمله على أكمل وجه. أوجه الأمير أقول له أنت ماشي كويس، استمر في التعلم، استمر في دراسة المناخ أكتر سواء الإفريقي أو العربي أو الخليجي أو الأوروبي والعالم، يعني أمريكا اللاتينية، هتكتشف باستمرار أن في أمور جديدة ممكن تضيف إلى النادي الأهلي من خلالها. جمع المعلومات بالشكل اللي يحتاجه النادي الأهلي، السكريسي، محدش ياخد منك حاجة أبدا مهما كان.